هنشكر النهارده الدكتوره اماني حمد الملا دكتوره سولفيج والداعمه الاولى لنيره. هي علمتها سولفيج، علمتها نوتا، كانت ماشيه معانا في الايقاعات تمام جدا، والنهارده ان شاء الله هنقدم لها الهديه بتاعتنا ونشكرها بيها، وده اقل حاجه نعملها لها. الكاميرا هيدي كاميرتك. اوكي. هو فريق الاعداد كان مبلغ دكتوره اماني ان هو هيتسجل معاها ويعمل ريبورت عن الاكاديميه وعن علوم الموسيقى. لو سمحت عارفين عن نفسك؟ اخذت الدبلومه سنه 1987 والتحقت بالمرحله العاليه البكالوريوس تخصص. السلام عليكم. انت فاكره ان ده برنامج؟ انت فاكره؟ لا، انت فاكره ان ده برنامج ريبورت ليكي عشان تقرير الفنون؟ هو انت فاكره ان ده ريبورت ليكي؟ هم طلبوا مني لا مفيش تقرير. اتكلم عن كونسرفاتوار. لا، انا ونيره اللي عاملين لك مفاجاه. بصي، احنا اصلا جايين النهارده عشان نقول لك ميرسي قوي. انت عملتي معانا مجهود فظيع في ال 11 سنه، لسه جالسه فظيع، مجهود جبار يا روحي. واحنا بس هنديكي هديه بسيطه يا قلبي. ماشي، الهديه دي مش هتوفيكي حقك في اللي انت عملتيه مع نيره. دعم 11 سنه، انت لولاكي مع نيره في الموسيقى نيره ما كانتش هتعمل حاجه. لسه جايبه سيرتها، واحنا يعني مش عارفين نوفيكي حقك ازاي بجد يعني. فاحنا هنديكي هديه صغيره هذه كده يا نونو، هنقدمها لك. يعني دي مش هتوفيكي حقك بجد بجد، مش هتوفيكي حقك خالص. واو، احنا مصطفى شعبان جانا امبارح ما شاء الله، ادي نيره 150,000 ما شاء الله، وشرط علينا ان احنا في 50,000 نديهم لحد يكون وقف معانا واثر فينا. يعني احنا مش عارفين، هو المبلغ ده اقل من حقك بكتير. انتوا بتتكلموا بجد؟ والله بجد فعلا، والله بجد. دي قلبي، دي قلبي، عشقه عمري. انت 11 سنه بتعاني مع نيره، انت مش فاهمه انت عملتي ايه مع نيره اصلا. دي حبيبتي، دي ستار، دي سوبر ستار. مهما عملنا معاكي مش هنوفيكي حقك والله يا دكتور بجد حبيبتي. لا بجد، نيره جميله جميله. دي ايه؟ لا تقدر من اهل اصلا. دي قلبي، دي حته مني لا تقدر. دي قلبي، دي حته مني لا تقدر. صبي باظت بصراحه، وكانت رجلي بتترعش وكل جسمي بيترعش، لانه بصراحه عمري ما استنيت منها شكر او مقابل او كده، ولا توقعت ولا انتظرت حتى في يوم من الايام كلمه الشكر دي. الحقيقه اشوفك كده متخرجه وان شاء الله تاخدي بكالوريوس. اوكي، واماني انت عملتي دراسه معانا؟ لا محدش يعملها. وما زلتي يعني احنا اكل وشرب وبيات ودراسه وكل حاجه بتعمليها معانا. مش عايزه لا لا ايه، مش موافينك حق. دي 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 حته مني اصلا، دي بنتي يعني اللي انا ما خلفتهاش اصلا حبيبتي. يا لولو يا لولو يا حلوه. مش عارفه، يا رب تعجبك. بتهزروا لحد الآن بصراحة أنا